في السنتين اللي فاتوا بسبب الهند وسفريات الهند، هل ده اللي عمل عندك التوازن الروحي؟ ناس كتير ما تتخيلش ان اليوجا او الامور الروحيه ممكن تعمل التوازن ده. هو اليوجا والرحله اللي هي الروحيه اللي هي ليها علاقه بالجسم والعقل اكتر منها روحيه، انا بحس ان كلمه روحيه ساعات بتبقى مستهلكه زياده في سياق مش سياقها، لكن في النهايه اليوجا هي علم للجسد والعقل، فمش مشغول بحاجة تانية، يعني مشغول بجسمي وبعقلي، وفي مفاتيح لده أولها التنفس مثلا. فده إنه اليوجا ساعدتني لأن أنا أحل مشاكل كتير وواجه حاجات ما كنتش قادر أواجهها قبل كده وجسمي وفي عقلي برضو. لكن أنا كنت إكستريمست شوية، كنت رايح في حتة بجيب دايما، أحب أجيب الحاجة للآخر لآخرها، فأحب أجيب آخري في أي حاجة. فكانت الآخر إن أنا أروح الهند أقعد 5 شهور أتعلم في مدرسة مش بيهزروا خالص، وكانت كورس مكثف جدا جدا. ولكن من بعديها يعني من 2018 لحد دلوقتي أدعي إن أنا لقيت البالانس ده، ان انا ما بقتش الشخص الاكستريمست بتاع زمان، بقيتش اضغط على نفسي قوي عشان اوصل لحاجه، بقيت اخد وقتي وما بقيتش عايز ابقى عنيف مع نفسي.